جبهة الإنقاذ يمكنها أن تواصل بعد الحوار الوطني. إنقاذ لتونس مع خلق توازن سياسي. أول أولوية هي محاولة تجميع أكثر ما يمكن من القوى السياسية التونسية. اليوم احنا في جبهة الإنقاذ والتقدم عنا برنامج واضح، نحبو ما نحبوش فشل، نحبو نشحو ثورتنا. هو نفس الدوافع اللي أدت إلى تأسيس حركة نداء تونس هي اللي تؤدي تأسيس هذه الجبهة. جبهة نتاع نواب، نواب اللي حركتهم الرغبة والإرادة في تحسين الأداء التشريعي. الآن صارت الجبهة، الآن يجب أن نحافظ على الجبهة ونطورها، هذيك هي الديناميكية، ولكن فما ديناميك تعملت كما قال بورقيبة الله يرحمه.